في غزة. ولماذا لم يرسخوا الأدلة على من سبقوهم باعتبارهم؟ لأنه ما فيش أدلة على من سبقوهم كي يرسخوها. ليست هناك أي أدلة. ليس هناك أدلة على من سبقوهم كي يرسخوها. احنا 25 يناير انسحبت الشرطة كف. القانون القتل. في 25 يناير حمدي بديل في ميدان التحرير بيقول من احد السادة قادة الاخوان المسلمين نزلوا من على السطوح بدل ما يخلي الطائرة تضرب. نعم نعم. وحتى الان في اعلان النتيجة بالفوز بالانتخابات الرئاسية عشان الناس بس تفتكر اللي كان بيحصل. كنا هنشوف او مصر كانت هتشوف اللي شافته في 14/8/2013. نعم. طيب ابقى معنا سيادة المستشار تنضم الينا عبر الهاتف الان امال تربية مدير مكتب جريدة المساء بالقليوبية بدك اهلية. اهلا بك استاذة امال. هل لك ان تشرحي لنا الاوضاع الميدانية لديك الان؟ هل هناك اشتباكات؟ اهلا بك استاذ اشرف، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. النهارده اتسم اليوم في المنطقه بهدوء شديد جدا في غالبيه شوارع المدينه، وكان يوم اشبه باحكام الاجازات الرسميه ما عدا الشوارع المحيطه بالجامعه ومجمع المحاكم. فقد تجمع العشرات من مؤيدي المعزول في شارعي ساميه الجمل والايهام وهم في محيط جامعة المنصورة، وتجمع العشرات أيضا أمام مجمع المحاكم طريق الاستاد، وهتف العشرات الذين اجتمعوا هنا وهناك لتوجيه السباب والشتائم للقوات المسلحة والشرطة. لكن أهالي المنصورة الشرفاء الوطنيين تصدوا لهم بالضرب وأنهوا تجمعهم الذي باء بالفشل السريع، وتمكنت قوات الشرطة المحترمة من فض الاشتباك بين المؤيدين للمعزول والمعارضين دون وقوع إصابات، وتمكنوا من القبض على 23 اخواني في اسم اول المنصورة وستة في اسم تاني وجميعهم من قصير الشغب. في بس استاذ اشرف عايز اقول لحضرتك معلومة مهمة، ان النهارده الدنيا رغم هدوءها الشديد جدا في المنصورة والحمد لله عدت بسلام، لكن ساعة مصر النهارده اثبت ان هو مش الجيش بس، ده هو بيحب التراب اللي الجيش بيمشي عليه. نعم. وضحت الصورة السيدة أمال ترابية مدير مكتب جريدة المساء بلدة قهلية، كنت معنا على الهاتف. نعود إلى ضيفنا سيدة المستشارة علاء قشلان، وأعيد التذكير بأننا كنا نناقش يعني ما دفعني لمناقشة الاتهامات التي وجهت للنظام الأسبق بقيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، هي أن هناك تشابه في نوعية الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، اتهامات بقتل المتظاهرين، اتهامات بإفساد الحياة السياسية وبالتحريض على العنف وعلى قتل المتظاهرين، وجميعها اتهامات لابد أن يرسخ لدى القاضي أيضا في ضميره أن هذا الشخص قد تسبب في قتل هؤلاء الأشخاص، وغالبا ما رأينا أن الجميع خرجوا بالبراءة. الوضع هنا مختلف والقضية هنا مختلفة. القتل والتعذيب والاحتجاز حدث أمام قصر الاتحادية، وحدث بالصوت والصورة سواء من الحرس المنوري أو من المخابرات العامة أو من النيابة العامة، ولم يفسد هذا الدليل لأننا استفدنا من الدرس الأول. هذا يعني الأدلة التي يمكن أثر مقطع يعني التي يمكن أن تسد، هل هي أدلة مسموعة ومرئية رؤى العين ومسجلة؟ نعم. وأضيف على هذا أن هناك تهمة أعظم لم توجه للرئيس الأسبق وهي التخابر. وهذا هو لب هذه القضية. طيب سنناقش التخابر بعد ذلك، ولكن دعنا نناقش قضية قتل المتظاهرين والتعذيب والتحريض على العنف، يعني أبسط شيء حينما توجه إليه اتهامات في هذا الإطار، أنا ما عملتش ولم أأمر. هو ما عملش؟ أمر؟ وإن لم يأمر فهو لم يأمر بالامتناع عن التعذيب او بالامتناع عن القتل.
ما فعله مبارك. هناك فرق، هناك فرق. أن من خطر في 25 يناير ليس رجال النظام. لم يحدد بعض سيادة القاضي لابد أن يصدر حكم المحكمة. لابد أن يصدر حكم المحكمة، ولكن الآن هي اتهامات فقط. ولكن ما حدث في خلال السنة الماضية يؤدي بنا كنتيجة، يؤدي بنا إلى هذا، أن ما حدث في 25 يناير كان بيد الإخوان المسلمين. نعود إلى ما حدث في عام 2012. يعني أنا لم أأمر بالقتل ولا حرضت على العنف ولا أمرت أي من مساعدية بأن يقتل متظاهرين ولا لي علاقة بجماعة الإخوان، حيث أننا اعتزلت العمل. صدر بيان رسمي من رئاسة الجمهورية. نعم. بأن هناك أكثر من 26 متهم تم القبض عليهم بقصد الاتحادية. نعم. واعترفوا اعترافا تفصيليا بأنهم هم اللي قتلوا وعملوا، ولم تعترف، وكان لم يبدأ التحقيق بعد مع 26. نعم. وبعد ساعتين من صدور هذا البيان من رئيس الجمهورية الذي لابد أن يصدر بعلم رئيس الجمهورية، صدر قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليه أمام قصر التحرية، واعتبرهم مجني عليهم وليسوا جنيين. وتم الضغط على السيد المستشار الفاضل مصطفى خاطر رئيس المحامي العام لنيابة شرق القاهرة. لا. تم الضغط عليه لحبس المتهمين ورفض رفضا قاطعا. يعني إذا هي تهمة فعلا ثابتة، ولكن وبناء عليه حدث ما حدث بعد هذا، و نقل المستشار مصطفى خاطر ومستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة. طيب ينضم الينا الان محمد ابو حامد مراسل النيل من امام دار القضاء العالي. يعني محمد سيف، لدينا الاوضاع لديك الان. نعم، الاوضاع كانت هناك مناوشات بين مؤيدي الاخوان بعد ظهر اليوم الذين حاولوا ان يصلوا الى دار القضاء العالي، وبين اهالي المنطقه والشوارع المحيطه بدار القضاء العالي الذين تصدوا لهم ومنعوهم من الوصول الى دار القضاء العالي. وقعت بعض الاصابات في جانب مؤيدي الاخوان وانصرفوا من المكان بعد حدوث هذه المناوشات. منذ الصباح الاليات العسكريه والمدرعات تغلق شارع 26 يوليو في اتجاه الجيزة، وبالفعل الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة. مؤيدي الجيش والداخلية اجتمعوا بعد أن انصرف مؤيدي الإخوان، وبالفعل رفعوا شعارات ويافتات تؤيد الجيش وتؤيد الداخلية وتؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتؤيد محاكمة قيادات الإخوان، وترفض أن ينجح الإخوان في زعزعة الأمن واستقرار مصر خلال المرحلة الحالية. نعم، محمد أبو حمد مراسل النيل كنت معنا على الهاتف من أمام دار القضاء العالي، شكرا جزيلا لك. ونعيد الترحيب بسيادة المستشار علاء القشلان القاضي ورئيس المحكمة السابق. كنا نتحدث عن التهم الموجهة إلى رئيس المعزول وأعوانه، وقد وصلنا إلى النقطة الخاصة باتهاماتهم بالقتل العمد وتحريض على العنف، وأنت تحدثت عن إثباتات عن طريق المساعدين والحرس الجمهوري يمكن أن تؤدي هذه الشهادات إلى إدانتهم في هذه النقطة تحديدا. هل من تسجيلات الصوتية دور يمكن أن يعتد به في تلك المحاكمة؟ بالتأكيد التسجيلات إذا ثبت صحتها فسيعتد بها. ولكن يعني مثلا معناه أن المحاكم غالبا لا تعتد بتلك التسجيلات، خاصة إذا لم يكن من سجلت له تلك التسجيلات لا يعرف. يعني هناك تسجيلات أمنية وهناك تسجيلات بإذن مسبق. إن كنت أود مراقبة أحد يتحدث في هاتف أو أراقبه بأي وسيلة من الوسائل لابد أن يصدر إذن مسبق من النيابة العامة.
اما التسجيلات الامنيه هي التسجيلات التلقائيه الموجوده. يعني باختصار شديد النهارده بنك عنده كاميرات موجوده بره وعنده كاميرات موجوده جوه. نعم. حفاظا على امنه. وتم سرقه احد عملاء البنك، مش هنقول ان تم سرقه بنك. تم سرقه احد عملاء البنك. وطلب المبني عليه من النيابه العامه ان تتحفظ او ان تحضر التسجيلات دي في اليوم الفلاني من الساعه كذا للساعه كذا من البنك. بتجيبها النيابه وبتطلع عليها وبتثبت الواقع على السرق. هذا بدون اذن مسبق لكنها تسجيلات امنيه. الوضع موجود في هذه الواقع لان هناك كاميرات مراقبه موجوده في محيط قصر الاتحاديه. امنيا وحفاظا على هذا القصر. لان من يخطبه هو ليس التسجيلات التي اخفيت التسجيلات التي اخفيت للنظام الاسبق. النظام الاسبق لم تحدث به اي احداث بجوار الاتحاديه. لا لم تحدث احداث بجوار القصر لكن كانت هناك اتصالات يمكن ان تدين رئيس الاسبق. لا الاتصالات التي اتلفت لا تدين الرئيس الاسبق ولكن قد تدين حبيب العدلي وزير الداخليه في النظام الاسبق. لانها تسجيلات حتى خاصه نعرف يعني. لا ما هي معروف التسجيلات اللي اتلفت هو رئيس تم محاكمه الاعلى للشرطه. لا سعاده الرئيس معلش بعد اذن حضرتك التسجيلات اللي تم اتلافها تم محاكمه الضابط الذي اتلفها وحصل على 3 سنوات خلاص. وهذا الضابط كان عضو بمجلس الشرطه مجلس الاعلى للشرطه. نعم. وهذه التسجيلات خاصه باجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للشرطه وليس المجلس الاعلى للشرطه بكامل هيئته. نعم. يعني الرئيس الاسبق عندما كان رئيسا للمجلس الاعلى للشرطه كان لا يحضر اجتماعات هذا المجلس الا في المناسبات فقط. طيب يعني انت تقول ان رئيس المعزول سيتم الاستعانه من قبل هيئه المحكمه بالاتصالات الخاصه بالقصر الرئاسي التي حدثت ايام احداث قصر الاتحاديه فقط ام ما قبلها ايضا؟ ما قبلها وما بعدها. ما قبلها وما بعدها. وما بعدها وبالتسجيلات التي وجدت في مكتب النائب العام بعد قرار عزله. لما تعين طلعت ابراهيم نائبا عاما تم وضع كاميرات وتسجيل وميكروفون الاعلانات وتسجيل صوت وصوره لكافه اعضاء النيابات على كافه مستوى الجمهوريه. نعم سمعنا بهذه الواقعه. نعم. ويحقق بهذه الواقعه الان ويحقق مع الشركه التي قامت بالتركيب. طيب بالنسبه للتهمه المتعلقه بالتخابر كيف يمكن اثباتها؟ اثبتت هذه التهمه بفضل السيد المستشار الجليل رئيس محكمة جناح مستأنف الإسماعيلية عندما أصدر حكمه وطلب نسخ صورة من الأوراق وإحالتها إلى النيابة العامة بهذه التهم في قضية خروج المساجين من سجن وادي النطور. من سجن وادي النطور. يعني هناك بعض يعني لاحظنا ان هناك بعض التعتيم على هذه القضيه تحديدا خاصه فيما يتعلق بالاتفاقات. عندما صدر هذا القرار وعندما صدر هذا الحكم كان مرسي على سده الحكم. وكان النائب العام هو طلعت ابراهيم والنائب الملاكي. وبالتالي تم وضعها في ثلاجه النائب العام التي ادعوا على المستشار عبد المجيد. انا معلوماتي عن تلك القضيه تحديدا انه حينما خرج المساجين من سجن وادي النطول هناك تسجيل بين رئيس المعزول وقناه الجزيره لا يمكن كان ان يتم الا عن طريق تليفون الصغير الذي يستخدم تكنولوجي الاقمار الصناعيه. وهي واقعه تدل على انه حصل على هذا التليفون من شخص له يعني على درجه كبيره من الثراء او جهاز مخابرات. يعني كيف يثبت ان هذا التليفون الذي استخدمه كان للتخابر هو تحدث به مع قناه الجزيره؟